ثانوي الأجزاء طلبت مستوى الثالث وصلات طلبت الأنظمة المتكاملة VLSI. دي المحاضرة الخامسة استكمال شابتر 2، ودي آخر محاضرة في الشابتر ده. كنا وصلنا إحنا العنوان 266 المالتيبلكسر. نبتدي. أنت عايز تستخدم في إيه المالتيبلكسر؟ أنت عايز تستخدمه في إن أنت تسيلكت فاريبل أو إنبوت من الكام إنبوت اللي هما داخلين عليه. يعني الرسمة اللي قدامي في أول صفحة دي تو إنبوتس موس مالتيبلكسر، يعني داخل عليه تو إنبوتس A و B، أنت عايز تسيلكت واحد فيهم، يا تاخد الـ A يا تاخد الـ B. تمام. والترانسميشن جيت اللي موجودة في الرسمة اللي شفناها إحنا في الفيجر 216 A، التفصيل بتاعها زي ما إحنا دايما نقول الفيجر 2 تي تي ده بس جيت سيمبل، ده بس عشان اللي هو يوضح لك. وكنا قلنا قبل كده إنه أي سيمبل لترانسميشن جيت هو اوريدي فيه الـ N device والـ B device. وزي ما قلنا برضو قبل كده للمرة الكذا بنقول ده، إنه الكنترول سيجنال اللي داخل عندك على الترانسميشن جيت هي بتروح على الـ N device مباشرة. تمام. هنا في الرسم ده التابل 2.6 بيوضح لي الكارنوت ماب بتاع الـ A المالتيبلكسر، تو انبوتس اللي عندي والكنترول سيجنال والبار بتاعها داخل على البي ديفايس، ودي البروبابيلتيز المختلفة بتاعتها. ماشي. وكاتب لي البوليان اكسبريشن بتاعها، الاوت بتاع المالتيبلكسر اهو اي اس بلس او اوردر مع البي اس بار. وده هنكتب الاكسبريشن ده بطريقه ثانيه كمان شويه وهنشوف يعني ان هو ايه لما تبقى الكنترول سيجنال جايه من A او B انه واحده اللي هتكون اكتف فيهم وهي اللي هتروح عند الاوت. ممكن اكتب الكارن باب بطريقه موديفايد مره ثانيه زي عندي ايه، انا عندي الكنترول سيجنال اهي الزيرو والواحد عند الاوت، يا يبقى ال A يا يبقى ال B، كنترول سيجنال يا زيرو يا واحد. طب الاوت هيبقى ايه؟ يبقى A يا B. فاكر انت لما كنا واحنا بنتكلم عن ترانسميشن جيت وال N وال B ديفايس، ولما قلنا بالكونكلوجن بتاع الترانسميشن جيت لو داخل على الكنترول واحد عليها هيبقى هيباص السيجنال جود فور زيرو جود فور وان، ولو الكنترول سيجنال بزيرو بالتالي الترانسميشن جيت هتبقى اوف ومش هيعدي اي حاجة عندي. انا بس بذكرك بالكلام القديم. ولو بصيت ان الكارن ماب اللي قدامك دي اف تحتها بي وايه اهي، طب هي لو اف بتساوي هتساوي ايه؟ هتساوي البي اللي تحتيها دي وقصادها ايه اس بار زائد الاي اللي تحتيها والاي والاس. روح للاكسبريشن اللي قبليها اهو في الصفحه دي، فعلا الاي اس والبي اس بار. ودي السيمبلز المختلفه بتاع المالتيبلكسر، يعني ممكن اي واحد في دول طبعا اللي بالتفصيل اللي هو في النص، انما اللي في الشمال واليمين نفس الفكره ونفس الحوار ده صح وده صح. وادي برضو ايه السيمبلز المختلفه مع ال تروث تيبل او الكارنوت ماب تيبل اهي، الاي والبي والاس والاس بار. تمام. يديني يعني هو لما كان الكنترول بزيرو وال كنترول بار بواحد، بص على الايه حطيتها اكس واكس، يعني ايا الزيرو بقى بتاع البي هو اللي هيروح الناحيه الثانيه والواحد بتاع البي هو اللي هيوصل في الاول، ايا كان بقى الفاليو بتاعت الايه مش فارق معايا في حاجه خالص. يعني لما الكنترول بزيرو تمام كده الاوت عند بي. نيجي نبص هنا في الفيجر ده اللي هو الاكثر وضوحا ده، لو الكنترول بزيرو هيبقى زيرو داخل على ال N device هنا هيخليه اوف، والديوال بتاعه ايه والاس بار داخل على ال B اللي هو الواحد بتاعه هيخلي ده اوف. يعني خلاص ترانسميشن دي كلها ترانسميشن جيت داخل الكنترول عليها بزيرو، خلاص اللي هو رايح لل N تبع القاعدة اللي احنا قلناها، يبقى ده كله اوف. طيب الكنترول بزيرو رايح على ال B، الديوال بتاعه الواحد رايح على ال N، الواحد يشغل ال N في البوزيتيف والزيرو يشغل البي، يعني دي كوندكت هتعدي البي تعديها الناحيه دي.
يبقى لما كان الكنترول بزيرو فعلا الاوت يطلع عندي ايه البي. طب لو الكنترول بواحد هيبقى العكس، هيبقى طالع الايه اللي هي، بص على الكارت الماب دي، لما الكنترول بزيرو كان الاوت عندي بي، ايا كان بقى قيم الايه مش هتفرق معايا. لما الكنترول بواحد الفاليو عندي الاوت هو الاي، ايا كان القيمه بتاعت البي. تمام كده، ده الكلام اللي موجود ده كله، ده ملخصه يعني. ممكن يبقى اتنين سي موس مالتبلكسر او فور اربعه في واحد مالتبلكسر، ايا كان. في يونت تانية أو أو حاجة من ضمن اللوس، إحنا عمالين نقول مالتبلكسر، الأند والناند والنور والمالتبلكسر، كل الكلام ده عمالين نشوف اليونتس اللي أنت ممكن، خليك فاكر إن أنت تستخدمها في إن أنت ديزاين سيركت أو سب سيستم أو كده يعني، واخد بالك؟ هيقول بقى الميموري أو الريجسترز بالشكل اللي قدامنا ده، هنا عندي ايه بتكون من، هو كونسيست اوف ايه، بقول لك داتا انبوت دي في الشمال اهي، وعندك تو ترانسميشن جيت والكنترول سيجنال والتو اوت اللي هو كيو وكيو بار. تمام كده، ده بسميه بوزيتيف ليفل دي لاتش، بوزيتيف ليفل دي لاتش. طيب لما كان الكنترول، انت عايز تشوف هنا الاكوفالنت سيركت بتاع الدي لاتش ده ايه، لو الكنترول بواحد، لو الكنترول بزيرو، وتشوف الدنيا ممكن تبقى ماشيه ازاي. فلو الكنترول عندي هنا بواحد، خلاص بص الرسمه، طبعا انا واخد كنترول بواحد وحاطط البلوك دياجرام الكلي اللي احنا في الصفحه دي شايفينه اهو، عشان اقول لو الكنترول بواحد، الكنترول داخل بواحد مباشره على السي، يعني ممكن دي هتلاقي في الكتاب مسميين دي سي واحد ودي سي اتنين، اللي في الهوريزونتال دي كده ترانسميشن جيت سي واحد، والفيرتيكال دي سي اتنين. لو الكنترول بواحد، يبقى واحد مباشر داخل على الكنترول على ترانسميشن جيت دي، الواحد داخل على ترانسميشن جيت، يبقى الناس ترد هي تقول بقى ايه، يبقى الايكوفالنت ده شورت سيرك. طيب الواحد هنا بقى انفيرتد بقى زيرو داخل على ترانسميشن جيت دي، هتبقى اوبن سيرك اهي في الرسمه تحتيها اهي، يعني ده يوضح ده على طول. لو في الحاله دي انا عندي الدي ماشي اهي، هتروح انفيرتد، يبقى كيو بار بتساوي دي بار، تمشي دي بار دي تاني يحصل لها انفيرجن بقت ايه دي، يبقى كيو هتطلع هنا كيو بتساوي دي. يعني بالبلدي كده يقول لك ايه، الكيو وكيو بار فولو دي زي ما هي، يعني قيمتها كذا يبقى الكيو كذا، لو الكيو بار هي الدي بار. تمام كده، طب لو الكنترول بزيرو، زيرو مباشر هيخش على السي واحد هيخليها اوبن، يحصل له انفيرجن في الانفرتر اللي هو الهوريزونتال ده، هيخش على سي اتنين، هيخش على سي اتنين يخليه ايه واحد، هيخليه شورت سيركت زي ما انت شايف في الرسم كده. يبقى هو فصل الدي خالص، الدي بقت اجنور اهي، هي بقى من الكلام القديم اللي هو اوريدي عنده، اللي كان معدي الدي كانت هنا بقت انفيرتد كيو بار، وبرضه انفيرجن بقت دي الكيو بار، يفضل يحافظ يعني عامل هولد على الكلام اللي كان في الستيب اللي قبليها. لما يرجع للواحد هيرجع بقى ايه، دي تبقى شورت سيركت، دي تبقى اوبن سيركت، حوار زي كده يعني. تمام، يبقى هو ايه هو زي ما بقول لك، ده بنسميه بوزيتيف ليفل سنسيتيف لاتش. تمام، طيب احنا عندنا النيجاتيف ليفل سنسيتيف دي لاتش، هتحصل عليه ازاي؟ انت في الرسم عندك في الكتاب البوزيتيف ليفل ده اوريدي ظاهر، قال لك لو انت عملت ريفرس للكنترول سيجنال، تمام، انت هتحصل على الايكوفالنت نيجاتيف ليفل دي لاتش. خلاص، يبقى بالتالي الناس تعمل ده وتعمل الويف فورم بتاعته وتوريها للمعيد او توريها لي زي ما انت عايز يعني. ده الفيجر بالكامل، ادي هو البوزيتيف ليفل اهو، الايكوفالنت سيركتس في تو ستيتس، اللي هي لما كان الكنترول بواحد، لما الكنترول بزيرو. تمام كده، هيروح ايه، بقول لك لو انت عملت بقى كومبينيشن ما بين تو بوزيتيف ليفل ونيجاتيف ليفل عشان نحصل على البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج، انت لو رسمت، لو انت بتعمل بالص عاديه كده، البالص عاديه
هتلاقي الخط اللي تحت ده بسميه ايه، ده النيجاتيف ليفل. طيب الطوب بتاع البالس فوق كده ده البوزيتيف ليفل، ده اللي بيبقى الاكشن ظاهر فيه، وهنستعرض ده بعد كده. الرايز تايم ده ولا الايدج اللي هو طالع ده في البالس بصفه عامه ده بسميه البوزيتيف ايدج. طب اللي نازل ده بسميه النيجاتيف ايدج. تمام، بحصل ازاي على البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج ريجستر؟ زي ما احنا بنقول كده، ادي عندي اهو بوزيتيف ليفل اهو، بس انا مدخل ايه يعني كل ده كده اللي انت شايفه اللي انا بشاور عليه ده كده بوزيتيف ليفل. هو قال لك لو انت دخلت عليه يعني عكست الانفرجن ده، يعني خليت داخل على طول في انفرتر هنا على السي وفي انفرتر هنا، راح حاطط لك انفرتر كانه الكلوك اهو موجود بقى انفرتد بقى ايه، لو داخل مثلا واحد بقى زيرو، زيرو داخل على دي، العكس بتاعه داخل كده. الاول كنا حاطين كده الكلوك هنا على طول، ده البوزيتيف ليفل كلوك من غير اي انفرجن ولا حاجه، عشان نخليه نيجاتيف ليفل دي لاتش اللي هو الماستر ده اهي، ادي الكلوك اهو وداخل على انفرتر وبالشكل ده، هنا بوزيتيف ليفل اهو. ده الكلام القديم اللي انت عارفه واللي احنا شفناه من شويه، وادي الكلوك داخل عليه على طول كده، بسمي ده الماستر ده السلاف، واشوف الايكوفالنت سيركت في الحالتين. الايكوفالنت سيركت في الحالتين لما الكنترول بواحد ولما الكنترول بزيرو، اهو ادي الفيجر اللي احنا شايفينه من شويه، ولما الكنترول بزيرو اهو زيرو انفرتد هيبقى بواحد، هيروح على دي سي واحد دي هيخليها شورت اهي، وانفرتد يبقى واحد هيخلي ايه الكنترول قلنا بزيرو يبقى واحد هيخلي دي شورت، و واحد على دي انفرجن يبقى زيرو هيخلي دي اوبن اهي. تمام كده، وادي الكنترول هنا الكنترول قلنا ايه زيرو دخل على دي مباشر هيخليها اوبن سيركت اهي، واللي هنا حصل له انفرجن يبقى واحد داخل على سي دي هيخليها شورت سيركت اهي. تمام، طيب لما الكنترول كان بواحد هنا هنبقى نرجع للفيجر ده، لما ال لما يروح للواحد، شوف ال ادي الايكوفالنت سيركت بتاعتها الكنترول بواحد، ادي الفيجر الاساسي قدامي اهو، الكنترول بواحد انفرتد بقى زيرو يخش على سي واحد دي يخليها اوبن سيركت اهي، فصل الانبوت خالص، الدي ما بقتش ظاهره عندي خالص، الزيرو حصل له انفيجن بقى واحد بقى عامل شورت سيركت هنا، وبرضه كمل الايكوفالنت قدامك بالشكل اللي هنا ده. ده بسميه بوزيتيف ايدج تريجر. يعني برضه بقول لك لو النيجاتيف ايدج تريجر ده انت عكست الانفرتر اللي فيه هتحصل على النيجاتيف ايدج تريجر. اهو ادي الرسمه قدامي اهي، لو انت جبت الانفرتر ده خليته هنا وخليت الكلوك رايح على دي على طول كده بقى ده هنا بوزيتيف ليفل، الكلام اللي انت عارفه قبل كده، ولما حطيت هنا بقى ده النيجاتيف ليفل اللي هو يديني الكومباينيشن في الاخر بتاعت الايه النيجاتيف ايدج تريجر. طيب هنا لما كان الكنترول بزيرو اهو الفيجر ده بقول لك ان كيو بار فول دي الكنترول بزيرو، ادي الايكوفلنت سيركت اهي، ادي الدي ماشي حصل لها انفيرجن بقى الدي بار، ادي الكيو بار اهي، الاوت هنا قيمته كام؟ قيمته دي بار خلاص، وهنا الكيو هي القيمه القديمه اللي كانت موجوده قبل كده خلاص، لانه فيها هنا اوبن سيركت مفيش حاجه مسمعها هنا. تمام، والدي بار هتمشي حصل لها انفيرجن مش هتفرق معايا لانه دي اوبن سيركت. لما كان وهنا ايه الكيو از ايه ستورد من الكلام القديم، هو بقول لك هنا كيو بار اهي دي بار. تمام، والكيو فولد الدي من الكلام اللي هو ايه اللي موجود من قبل كده. طب لما كان الكنترول بواحد كيو فولد الدي وكيو از ايه ستيل اجنور برضه من اللي هي القيمه اللي قبل كده، لانه هو هنا ايه بقى دي اوبن سيركت، فالدي مش مسمعه تاني في الدايره دي. تمام، وده هيظهر في الويب فورم اللي احنا عاملينها تفصيلا، يعني هو كان عاملها حد من زمايلكم وعمل لها كده فاين تيونينج من يومين كده زميلكم اشرف الاعصر تقريبا، يعني برضو بقت ايه
هنا بقول لك جو تو اتاتشمنت ايه دي لاتش، يعني كنا عاملين فايل بس انا حطيته جوه المحاضره بالكامل عشان ما تقعدش تدور عليه او يبقى ايه في تو فايلز او 3 او كده في المحاضره الواحده. اهو هنا ادي البوزيتيف ليفل دي لاتش، شفت انت الرسم قبل كده وفاكرينه اهو. تمام، الاكويفالنت سيركت في الحالتين لما كان الكنترول بواحد والكنترول بزيرو، ما لسه قايلينهم بالتفصيل. وادي الايه الويف فورم اهي، ادي البالس اللي انا كنت بقول لك عليها بالس زي كده. خلينا في الحته دي بس عشان اقول البوزيتيف ليفل والبوزيتيف ايدج والكلام ده قبل اكمل الفيجر كله. عندي هنا التوب ده كده البوزيتيف ليفل، الايدج اللي نازل ده نيجاتيف ايدج، عندي الخط اللي على الزيرو ده بسميه ايه نيجاتيف نيجاتيف ليفل، وبعدين الايدج اللي طالع بسميه البوزيتيف ايدج. يعني لو انت خدت بالص واحده كده ممكن ترسمها بقى في الورق بتاعك، حط بالص واحده زي كده وتعمل عليها الاربعه ستيتس، ادي البوزيتيف ايدج سهم هنا بلون معين، ادي البوزيتيف ليفل سهم اهو هنا بلون معين، واللي نازل هنا بسميه النيجاتيف ايدج، سهم راس سهم هتبقى هنا، والنيجاتيف ليفل هيبقى سهم موجود هنا كده. يعني ايه البوزيتيف ايدج والبوزيتيف ليفل والكلام ده كله؟ ان هو بيبقى اكتف او بيظهر في الحته دي بس. ادي بص حاطين هنا السهم على البوزيتيف ليفل او السهم على البوزيتيف ليفل، السهم هنا، وادي الدي، وادي الدي الكنترول سيجنال ده، وكانه مونيتور ببص على الدي من فوق كده ويبتدي يقول الاوت. ما احنا قلنا طبعا المفروض انت بترسم الكيو وكيو بار، يعني عايزين حد فالح فيكم كده شاطر يرسم لنا الويب فورم دي مره تانيه بس يظهر لنا الكيو وكيو بار. واحد يقول لك بقى خلاص ما انت رسمت الكيو يبقى اللي بيصحح ده عارف ان الكيو بار هي الدول بتاعها. لا انت ومهم ان انت تبقى منزل الداش لاين دي كده من اماكن مختلفه عشان يظهر لك الايه البدايه فين والنهايه فين وابتدى الاكشن يظهر يعني. فادي هنا هو اكتف في الحته دي، فيجي يبص على الدي يلاقيها بزيرو، هيفضل ماشي معاها كده تمام لغايه ما هيوصل ادي هنا كده في نهايه البوزيتيف ليفل دي، يجي يبص يلاقي ايه دي بقت بوزيتيف اهي الدي، هيروح طالع بالايه هيروح طالع من الحته دي كده هنا، هيروح طالع بالسيجنال زي كده. هنا الافكتفنس بتاعته انتهى عند الحته دي خلاص، يعني بعد كده ايا كان اخر قيمه هي معاك هي اللي هتفضل ماشيه معاك لغايه ادي هنا كده يبتدي ايه يوصل البوزيتيف ليفل مره ثانيه، وهو عمال ببص على الدي على الانبوت سيجنال هيلاقيها هي زيرو، هيروح منزل هنا زيرو وماشي بيها كده يفضل ماشي تمام. وهو ماشي برضه في البوزيتيف ليفل اللي هو لسه سنسيتيف هنا وبيحس بيها هنا، هو لقى دي طلعت بالقيمه دي هيروح تحت طالع بيها بالقيمه دي. يعني ايه؟ يعني الكيو فولو دي بالشكل اللي انت شايفه ده. لما تيجي تعمل الكيو بار هتلاقي هنا بقت بواحد، في الحته دي بقت بزيرو، وفي هنا بقت بواحد تاني، الايه؟ الحوار اللي انت عارفه ده. البوزيتيف ايدج تريجر اللي احنا لسه قايلين الرسمه بتاعته من شويه اهو بالطريقه اللي قدامك، والايكوفالنت سيركتس بتاعته في الحالتين لما كان الكنترول بواحد ولما كان الكنترول بزيرو تمام. وبعدين ادي الويف فورم بتاعت الايه البوزيتيف ايدج، البوزيتيف ايدج اللي هو ايه الحرف اللي طالع ده زي ما احنا قلنا من شويه كده، يعني هو هيبتدي يحس ويبص على الدي ويبقى سنس ليها في الحته دي اهي، هيمشي هنا خلاص هو موجود ايا كان لانه هنا مفيش بوزيتيف ايدج اهي، البوزيتيف ايدج هنا في الحته دي، فده كله هو مش حاسس بالبلس دي شكلها ايه، هو ابتدى بزيرو هيفضل ماشي زيرو لغايه ما يجي الحته دي هيبص برضه على الدي هيلاقيها ستيل زيرو، هيروح مكمل بزيرو على طول. يجي طبعا ده ممكن يبقى كده الرايس تايم ده يبقى فيه ميل كده، يعني مش شرط ان هو يبقى فيرتيكال زي ما انا راسم كده يعني، واخد بالك؟ يجي وهو هنا في الرايس ايدج ده يجي يبص على الدي على الانبوت سيجنال يلاقيها طلعت للفاليو واحد، هي اوريدي موجوده بالفاليو واحد اهي، هيروح فعلا جاي طالع بقى بدي من هنا كده ومكمل كده على طول. طبعا انا بقول وانت بترسم الدي ويف فورم دي اعملها باشكال مختلفه وديوريشن مختلف وزي كده، يعني ايه عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه. يعني ما ينفعش مثلا مش عاملهم كلهم ايدنتيكال واجي في لحظه الاقي الخط ده كله زيرو طول الحوار كله هو زيرو، ما حسسناش بيه امتى بيتحسن وامتى بيقل وامتى بيظهر يعني، واخد بالك؟ انما اعمل هنا عدد كبير منهم ديوريشن بتاعها مختلف عشان الاقي واحده من دول تخبط فيها تقوم تحسسني يعني توريني النتيجه الصح ايه. تمام كده؟
هنا راسم الفيجر بقى اللي هو ايه بتاع البوزيتيف ليفل اهو، ادي البوزيتيف ليفل اهو اهو، يجي باللون الاصفر ولا ما اعرفش لونه ايه، ده البني، ده البني الفاتح اهو، ده الايكوفالنت بتاعه اهو. وبعدين البوزيتيف ايدج الازرق البنفسجي ده اهو، الاوت بتاعه او الكيو بتاعته الشكل اهي، تمام. يعني هو مجمع الاثنين في رسمه واحده، البوزيتيف ايدج والبوزيتيف ليفل. طبعا ممكن بقى يعني زي ما بقول حد يعمل لنا النيجاتيف ليفل والنيجاتيف ايدج والاوت، يرسم كيو وكيو بار يعني عشان يديله طبعا دفع اعمال السنه، تبقى حاجه كويسه بالنسبه له. بعد كده لما اروح للسيركت والسيستم ريبريزنتيشن، هو هنا بقول لك انت خلاص انت عرفت بقى اليونتس اللي انت ممكن تستخدمها في ان انت تعمل سيستم او سب سيستم، تمام كده، اللي هي انفرتر والناند والنور والكومبانيشن لوجيك اللي قلنا عليه والحوار ده كله والمالتيبلكسر والدي لاتش، ما هي دي اليونتس اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل سيستم او سب سيستم. يعني بيقول انا ممكن امثل الدايره دي في دومينز مختلفه، هو حتى بيوضحها لي هنا في الفيجر اللي قدامك ده، الابستراكشن دي مختلفه، الثلاثه دومين دول ارجع موجودين في الصفحه هنا هم، وبقول لك موجودين هم في فيجر 2 19 ايوه، البيهيفير دومين والستراكشر والفيزيكال دومين، وموجودين هنا ايه توضيح في الرسمه دي ليهم، وفي كل ليفل معين ممكن نمثلها بايه، يبقى كل دومين من دول الغرض هنعرف بعد كده الغرض منه ايه وممكن نمثله بايه. فهنا بيتكلم برضو الابستراكشن ليفلز المختلفه ممكن تبقى فيها ايه، اركتكتشر ليفل او ابستراكشن، الالجوريزم والمديول او فانكشنال بلوك واللوجيكال وسويتش والسيركت ليفلز. لو انت فاكر في شابتر واحد تقريبا كنا استعرضنا ايه الابستراكشن ليفلز، لما قلنا بقى من الساند ده يعمل ديفايس معين ان او بي، من الان والبي يعمل انفرتر، وبعدين يعمل لوجيك جيت، وبعدين يعمل موديول معين، وبعدين يعمل منه سيستم او سب سيستم. يعني ايه وريناكوا احنا صفحة زي كده، اهو يعني ملخص الكلام ده، there is a three design domains ممكن اسال behavior structure والphysics. فبقول لك بقى البيهيفير ده بيستخدم عشان ايه، these domains specifies ايه what the system does، السيستم دي هتعمل ايه، هقدر سبستراكشن كودر ديكودر، يعني الغرض منها ايه، يبقى هو ايه البيهيفير ده عشان يوضح كذا، وامثله بايه اللوجيك او بوليان اكسبريشن بوليان ايكويشن ترو ستيبلز او الجوريزم. طب لما تروح للستراكشر واضح من اسمه، يعني هو بيقول لك بوضح ازاي اليونت دي او الانتيتيز دي كونكتد مع بعضيها عشان تدي لي الاستراكشر ده، وممكن امثله بقى بايه لوجيك دايجرامز او هاردوير ديسكريبشن لانجويج زي الايه السبايس والفي اتش دي ال والفيريلوج، واخد بالك. والحاجه الثالثه اللي هو ايه الفيزيكال دومين اللي هو بيعمل لاي اوت للكلام ده وبيمثلها ايه زي ما انت شايف كده، وهقول ممكن نسألها ايه سيركت اون ترانزستور ليفل. تمام، ملخص الحوار ده كله في الجدول اللي قدامنا ده، ادي البيهيفير والستراكشر والفيزيكال دومين، وكل واحد اول ستيتمنت فيه اللي هي الغرض منه وكذا، وان انا ممكن امثله بكذا، تمام. يعني ده ملخص الحته اللي قبل كده، وده يكفي او يغنيني عن الجزء اللي هو فيه ديتيلز قبل كده. بعد كده هديني مثال على الحوار ده، ديزاين اوف فول اذر، الناس بتعملها بروجكت قبل كده، احيانا دلوقتي بنكتفي بالاكسرسايز او الحاجه اللي موجوده عندك، انما ايا كان ده او ده بايه بيأدي الغرض. طبعا ممكن يبقى فول اذر، ممكن يبقى هاف اذر، ممكن يبقى 2 في 1 مالتي بلكسر، 4 في 1 كده يعني. بالتالي لما بيجي لك السؤال ده مهم ان انت تستعرض النظر اللي انا قلته قبل كده ده، وان كل دومين بيتمثل من ايه، وتبتدي تعمل الكلام ده. انت هتيجي على الديزاين فول اذر اهو، اول حاجه هتقول البيهيفير، هو لسه كان بيقول لك من شويه بوليان اكسبريشنز والترو ستيبل وكلام زي ده، ادي قدامك انت عندك اكسبريشنز هنا في الفول اذر ايه اللي هو الصم والكاري، وادي ترو ستيبل اهي اللي انت ممكن وموجود فيها اخر تو كولومز اهم اللي هو الصم والكاري، لو بصيت عليهم احنا كاتبين الاكسبريشن بتاعهم في نهايه الصفحه دي اهو،
والكلام ده، ده الاستراكشر دومين بتاع الايه، بتاع الفول ادر. لما تروح لل قصدي البيهيفير، البيهيفير دومين، لما تروح هنا الاستراكشر ريبريزنتيشن بتاع الان بيت ادر، خد بالك احنا زي ما كنا برضو بنقول بنمثله بايه، ادي باللوجيك دايجرام او الهاردوير ديسكريبشن زي البي اتش دي ال او الايلا او الفيريلوج والسبايس لانجوج، دي كلها حاجات بتستخدم عشان امثل الاستراكشر دومين. ادي اهو، هو انا بقول لك في الاستراكشر دومين هيقول لك في الفيجر 22 ايه وبي، ادي بالشكل اللي قدامي عامل لي ادي فول الاذر 4 سيلز اهي بتاعت الاذر، وكل واحده بتتكون فيهم من ايه، من كاري وصم، وبرضو الديتيل بتتكون من ايه، الاند والاور فانكشن. وادي هنا بيمثل لي ايه الصم والكاري، او هنا الكاري هو في الشمال حطه في اللوجيك، وحطه الناحية التانية في اليمين في الترانزستور ليفل. تمام، دي كلها الحاجات اللي هي بيستخدمها عشان يريبريزنت بيها الاستراكشر دومين. لما يروح للفيزيكال اللي هو اللي اوت، يعني زي ما بقول ايه، عارف انت عايز يمثل بقى الدايرة في النهاية، فبيظهر فيها عندي البورتس المختلفة اللي داخل عليها الامبورتس اللي هي الاي والبي والسي، وبعدين اللي خارج بقى يبقى خارج الصم والكاري. يعني ايه، نبص على الفيجر 221 اهو، يعني ادي الفور بيت، وكل واحدة فيهم عاملها كده ايه بالشكل اللي قدامي ده، كل يونت من الأربعة دول كده بالشكل اللي قدامي، عامل بورتس يعني البوينتس المختلفة اللي هو ايه، سواء داخل عليها الانبوتس الاي والبي والسي، او اللي خارج منها الصم والكاري اهو. جاست ان انت يعني احنا حتى لما نيجي في الفيزيكال ستراكشر بتاع ايه، فول ادر او هاف ادر او كذا او كودر او ديكودر او غيره، بنكتفي بفيجر زي كده واحط الانبوتس اللي داخله عليه والاوتس اللي داخله. طبعا بيبقى هنا ظاهر زي ما هو قايل لك، عن كل نقطه من دول بيظهر الليفل والفولتج وكل البيانات يعني، واسم اللاير دي والويتش، ده لكل ايه، فور اتش بورد، لكل يعني بورد اللي هي المربعات السوداء دي، دي بنسميها البورد، وعند كل واحده دول البيانات اللي جنبيها دي، دي انديكيشن لكل حاجه، يعني الرقم الاولاني كذا الثاني كذا، يعني كل واحد زي ما بقول بيوضح الاسم بتاعها، بيوضح الليفل بتاعها، بيوضح الفولتج اللي هنا، الكارنت، يعني كل المواصفات للحته دي. وكاتب لك اد واحده اهي اللي هي يونت واحده من الاربعه دول. يعني ده الجزء كده اللي هو ايه، اللي كان باقي من شابتر 2، وزعجنا وكان في عمر، بعد كده يبقى ايه، نخلص نبتدي في المحاضره السادسه، نبتدي في شابتر 3. اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام عليكم.